الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تبركنا من بعده تبركا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا مجروما. ايها الاخوه الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الهجرة ونحن نعيش في هذه الأيام العظيمة من الهجرة النبوية، اسمحوا لي أن أصل معكم أو نأخذ بعض الرحلات التي تبين معاني الهجرة العظيمة الموجودة في الكائنات وفي الكون. وفي حقيقة الأمر لو إحنا تمعنا في هجرة الكون وهجرة الكائنات هي آية من آيات الله، شيء عجيب يعني. بالنسبة للكون، الكون في هجرة تنقلات، مفيش استقرار، مفيش مكان ساكن. كل الكون اللي إحنا شايفينه ده من الأرض إحنا بنجري بننتقل، يعني بعد الدقائق اللي انا هدرسها مع حضراتكم دي هيقول الارض دي اخذت الاف من الاميال ولن تعود الى ما تركته، يعني المكان اللي هي تركته لن تعود له مره اخرى. اذا ما نجيش على كده كل الاقران الكونيه، معنى ذلك ان هناك استحواذيه أكبر من الأمراض حتى تتحمل المسيرة. يعني الصناع اللي بيصنعونا القطار بيهتموا إنه يكون في قضبان السكك الحديدية اللي تسمح بمرور القطار، يهتموا بهذا قبل أن يهتموا بصناعة القطار، لأن لو صنعوا القطار وما فيش قضبان من القطار كيف ستتحرك القطار؟ المصنع اللي بيصنع طائرة وبعد ما اهتمت صناعة الطائرة ليس من المعقول انه هيجرب طيران هذه الطائرة بداخل المصنع. لو جرب طيران الطائرة بداخل المصنع ماذا سيحدث؟ الطائرة ستصطدم بالجدران المصنع وسينتهي المصنع. ولذلك في معلومة في علم الحساب بتقول ايه؟ اي رقم مهما كبر لو تضربه في صفر الناتج صفر. اذا الكون هذا لو مفيش استحواذيه تتحمل هذه المسيره الرهيبه لهذه الاقران سيفرق ويتحول الى صفر، لان اي رقم في صفر هو صفر. ولذلك احنا في بعض الايات نرجو ان احنا ننظر اليها بمعاني اخرى وبمفهوم آخر. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، هنا الشمس تجري لمستقر، في مستقر، لو ما فيش قضبان حديد للشمس الشمس هتصطدم مع المعدومة وتنتهي، ولو ما فيش قضبان حديد للأرض نفس العملية ستنتهي وتصطدم وتحول الكون كل ده لصفر عدف. إذا لابد أن يكون هناك استحواذية جبارة جدا تستحمل هذه الأقران في مسيرتها. ده مقرة درب التبانة دي بتجري ب 66,000 ميل. طيب بتجري في إيه؟ بتجري في عدم ولا بتجري في مكونات؟ بتجري في مخلوق؟ بتجري في شعاع وبتجري في فراغ؟ وهذا فراغ خلق ليس عدم. لا يمكن أنها تجري في عدم، إنما تجري في خلقه الله سبحانه وتعالى وتسير.
ولذلك في قوله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها. اذا هناك استقرار لهذا هذه الاقرام السماويه. هذا بالنسبه للكون وبالنسبه لتنقلات الكون وبالنسبه لحركاته. ايضا لما نيجي ننظر للكائنات ان احنا عايزين نتحدث عن حركه او هدر او تنقلات الاقرام الكونيه اللي لا نهايه لها والكائنات الحيه. يعني بعد ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احنا رحنا لاي ارض واخذنا معلقه من الطين ووضعنا المعلقه دي تحت الميكروسكوب هنلاقي اكثر من 250 كائن حي في معلقه. 250 كائن حي عايشين في تطافل، عايشين في تكافل، عايشين في تكاثر، عايشين في تعاون، عايشين حياه ضخمه جدا. 250 في معلقه من التربه 250 مليون، فكم عدد الكائنات اللي موجوده في الكائن؟ كم عدد الكائنات الحيه اللي تعمل للنهار موجوده في الكره الارضيه؟ ولذلك في بدايه الايات التي ذكرتها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها هو عالم الغيب والشهاده. سبحانه وتعالى لن يتحرك كائن الا بعلمه وبقدرته وبقوته. وما من دابة في الارض الا وعلى الله والا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في الكتاب المبين، ما فيش حاجه غائبه ابدا. لن تغيب عن الله سبحانه وتعالى غائبه، ما في. اذا الكون ده عجيب. طب لما نيجي نمسك التنقلات، موضوع الهجره او موضوع التنقل بينحصر في ثلاث اشياء. اي تنقل او اي هجره يكون هدف. هناك هدف للهجره وهناك اعداد للهجره وهناك وسيله تنقل للهجره. ده هدف موجود. احنا عن هذا يبقى في هدف. عن هذا ليه؟ محتاجين لترتيب الهجره، مش معقول عن هذا كده عشوائيا. ولابد يكون في وسيله تنقل. وسيله التنقل دي اما ذاتيه، انسان ينتقل بالحركه الذاتيه، او يستخدم دبه تساعده على عمليه التنقل. انا عايز اقول الثلاث معلومات دي في الواقع اللي احنا شايفينه في التنقلات الكونيه الجباره اللي موجوده. فمثلا عبر رسالتكم مثلا عن الحيوان الملوي مثلا. افرايتم ما تمنون؟ شوف هنا قوة البصيرة اللي المولى سبحانه وتعالى ينبهنا بها. فرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تعالوا نبص لجزء بسيط من هذه العملية، عملية التنقل. تنقل الحيوان المنوي، وهي الحيوان المنوي؟ الحيوان المنوي ده بيقاس بالميكرون، تقريبا يعني 1/1000 من الملي سنتي. يعني 250 مليون حيوان منوي في دفقة. الكل في صراع في قناة فالوب. قناة فالوب اللي هي قناة الرحم. بمعنى لو احنا قسنا الحيوان المنوي بالنسبة لقناة فالوب كأنك بتقيس سردينة بالنسبة للمحيط. وهو عايز والكل عايز يذهب للبويضة. عملية هجرة هنا. هجرة أو عملية تنقل من القصية حتى يصل إلى البويضة. إذا هو محتاج في هدف. انا اطبق الثلاث نقاط دولت على صوره من الصور اللي احنا بنشوفها. في هدف عمليه الخلق. هو الحيوان المنوي سيذهب الى البويضه لمشاهده حموله. حموله من الجينات والكروموسومات عايز يروح للبويضه. طب هشوف البويضه ازاي؟ واللي ادركه بيها وهناك سباق عنيف شديد اكثر من 250 من الحيوان المنوي في سباق، كل واحد عايز يفوز عشان يذهب الى البويضه. عمليه الهجره، عمليه تنقل من ظلمات الى عمليه التخليق، يبدا الخلق هنا. فاذا في امكانيات الحركه. ما الحيوان المنوي لو كبرناه في الشاشه
هنلاقيه عامل زي ابو جنينه، ليه ديل وليه راس وليه حته كده قدام الراس كرنسوه عامله زي الدفه تحركه يمين وشمال والديل يتحرك. 52 مليون في سباق عنيف، واحد بس اللي بيفوز. اذا في تنمر وفي هدف، في هدف انه شايف حموله عايز يضحى في البويضه عشان يكون الخليه الاولى للجنين، اول خليه للجنين. طب هل الحيوان المنوي فاهم ان في هدف؟ هل الحيوان المنوي ده فاهم ان هو رايح لهدف؟ من الذي وضع هذا الهدف في الحيوان المنوي؟ سبحان الله. وهل الحيوان المنوي بالديل بتاعه وبالدفه اللي قدام بيتحرك وبيتجه، هل هو يعي لكل هذه المسائل عشان يصل اليها؟ لا والله. فمن الذي اودعها؟ اذا هذا المفهوم لا ياتي من هذا المخلوق، انما جاء من قوه خارج هذا النطاق. هي اللي سيطرت وهي التي حركت وهي التي قدرت وهي التي بينت كل هذه الدقائق بقدرتها سبحانه وتعالى، القدره المطلقه لله. اول ما بيضع هذه المكونات في البويضه الديل بيروح والكولونسوة بتروح، إذا ما عندوش حركة، الحركة وقفت وتكونت أول خلية، أول جنين، أول خلية جنين، أول خلية اللي هيتكون منها الجنين، إنسان أو كائن حي. طب إيه اللي هيحركه؟ نلاقي بقى الحركة ديت حركة مش ذاتية، حركة بقى خارجية. نلاقي في قناة فالوب في شعيرات أهداف كده تبدأ تزق تدحرج الخلية الزيجوني، تدحرجها حتى تقع في الرحم. ادي قناة فالوب اهي، وادي الرحم اهو، وهنا خلية الزيجوت تتدحرج بتزقها اللي هي الاهداف لغاية لما تيجي هنا بتقع. نشوف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذا المعنى بشكل رهيب جدا، يعني لا يفهم هذا المعنى غير المتخصصين في علوم النبي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا وضعت، استخدام وضعت معناها أنها انتقلت من خط مستقيم هكذا ثم وضعت. إذا وضعت المرفة في الرحم، هل هناك دقة أكثر من هذا البيان ومن هذا المعنى؟ إذا وضعت المرفة في الرحم بعث الله ملكا فقال أمخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة لجتها الأرحام دما. إذا الثلاث نقاط اللي إحنا بنتحدث عنها وهي الهدف، الهدف إلى تخليق، فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه وأنكم تخلقون. والإعداد لتحقيق هذا الهدف والتنقل لهذا الهدف. هنتقل لحاجه ثانيه برضك توضح هذا المعنى. في بعض الديدان بتعيش في العسل الابيض اللي هو عسل نحل العسل، لا تعيش الا فيه. لو راحت عاشت في مكان غيره تموت. ماتت الفراشه اللي هي الام لما طلع البيت طلعوا في الزهر. صهر ورد فراشة حطت البيت، جت البيت نفس أول ما يفس يطلع الديدان. الديدان دي الغذاء بتاعها اللي هو العسل الأبيض، لازم تعيش في العسل الأبيض. ده مفيش عسل أبيض، ده هي شجرة وفيها أزهار والبيضة فاست طلعت الديدان. دي انتوا عارفين الحشرة لما تفقس لما تضع بيضة ما تطلعش حشرة، تطلع ديدان والديدان تتحول لشرنقة والشرنقة يطلع منها حشرة. طب دي هتتنقل ازاي؟ عايزة وسيلة. هتروح ازاي بقى لمملكة العسل عشان تتغذى على العسل؟ فلما تيجي الحشرة اللي هي نخل العسل نفسها تيجي عشان تمتص الرحيق ترد على ظهرها تستخدمها كأنها طائرة. وطبعا خشية نحل العسل لا تدري بذلك، فعندما تطير وتعود الى مملكة نحل العسل بمجرد ما تصل الى هناك فهذه الديدان تقذف بنفسها على العسل و
وتعيش، لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لها هذه المعيشه. قال ما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء بقدر. ربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق. ما في كائن حي حرم من هذا العدل. ما في كائن الا واعطاه الله سبحانه وتعالى ما قدر له حتى يؤدي رسالته في هذه الحياه. اذا لما نيجي نطبق الثلاث نقاط اللي هي الهدف والاعداد ووسيله التنقل، كيف هذه الديدان التي لا تعقل ولا ترى ولا تدرك ولا تفهم من اين جاءت بهذه المعاني الجباره العظيمه؟ هل جاءت منها؟ هل جاءت من تفكيرها؟ سبحان من اودع هذا السلوك الرهيب لحمايه هذه الكائنات من قدرته سبحانه وتعالى. لكل كائنات هو خلقها سبحانه وتعالى. طب انا هوضح لكم المساله اكبر شويه بعد ما صلى على رسول الله. بس انا عايز يعني ايه اجد فيكم همه السمع يعني ان شاء الله حتى انا اقدر اعطي همه الحديث. معاك تمام. صح صحيح. ما شاء الله. سنة 1893 عفوا 1883 1883 في جزيرة اسمها كراكتوا في المحيط الباسيفيك اللي هو المحيط الهادئ. الجزيرة دي جزيرة ضخمة في المحيط حصل فيها انفجار شديد جدا. الانفجار ده العلماء قدروه ب 10,000 قنبلة هيدروجينية، يعني شيء فظيع. عباره عن بركان طلع في هذه الجزيره حول هذه الجزيره الرماد، فقتل كل كائن حي في هذه الجزيره. ما بقى في تلك الجزيره لا بكتيريا ولا طحالب ولا حشرات ولا فطريات ولا حيوانات، اصبحت جزيره عقيمه ما فيها اي اثار لاي كائن حي ولا نبات ولا اي شيء. العلماء بدأوا يراقبون ماذا سيحدث في هذه الجزيرة ليسجلوا كل حدث فيها. القضية خطيرة جدا. القضية محتاجة لفيلسوف وعبقري وأديب وعالم عشان يلم وسجلات وكتاب وكاميرات عشان يسجلوا الأنظمة الرهيبة من الهجرة التي تتجه الى هناك. المهم بعد فتره وجدوا المهاجم الاول الذي ذهب الى هذه الجزيره كان عنكبوت. وما ادراك من العنكبوت ومهاره العنكبوت. هذا الكائن البسيط لو انت حطيته في الامباير سيت بيلدينج وبدا يقذف هتلاقي الخيطان بتاعته الرفيعه اللي هي قد تصل الى العدم. لا وزن لها ولا شيء لها ولكن في منتهى القوة. ولكن هذا الكائن يستطيع أن ينزل بها إلى مسافات كبيرة جدا ويتسلق بسرعة ماهرة. له المهاجر الثاني بذور. عارف أنتوا ممكن تشوفوا البذور دي لو أنتوا رايحين في الباركوي في شجر تلاقي البذرة لها جناحين عاملة زي العصفورة. بذرة في النص عشرة حسوا الحكاية دي ولا لا؟ وطالع منها جناحين عشان لما تيجي البذرة تقع من الشجرة يجي الريح يحركها فتكون من السهل انها تتطاير وتذهب الى مسافات بعيدة حتى يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعدوا ولا تقاربوا فإن العرق لساس. لأن لو كل شجرة نزلت البذرة تحت منها النسل القوي بيروح يتضاعف 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 لغايه لما النسل يبقى ما في نسل. كل ما تباعد كل ما الصفات الرديئه تلاشت والصفات القويه تكتسب. وده اللي بينه عظمه هذا الحديث تباعدوا ولا تقاربوا فان العرق لساس. لان الصفات الوراثيه
كل ما كانت قريبه من نفس الفاميلي او نفس العائله بتاعتي، صفات وراثيه بتبقى هي سائده، صفات الرديئه بتبقى سائده، وهكذا هكذا لغايه لما يبقى الاجيال بتاعتي ضعيفه جدا. فيقول سبحان الله هذه البذور اللي هي زوج نحيل تتحرك كانها طائر، موجوده بتشوفها، موجوده كتير ساعات بتشوفها تحت الاشجار، بنلاقي البذره والله كانها عصفور جناحين، يقول سبحان الله، والبذره في النص ولا جناحين، ودي لما الهواء بيتحرك يبقى من السهل جدا يحرك هذه البذور. لو ان المهاجر الثاني هذه البذور بدات تتجه الى هذه الجزيره، الحكايه مش بس البذره، دي البذره شايله انظومه كبيره جدا من كائنات اخرى رايحين معا ليعمروا هذه الجزيره. لان القضيه انا صعب ان اشرحها، انا مش عارف ازاي اشرحها. القضيه رهيبه جدا. انت النهارده لو عندك ارض ما فيهاش نمل، ما فيهاش نمل، الارض مش هتنبت. انت محتاج للنمل. عشان النمل يعمل هويات في الارض، عشان الهواء يدخل في الهويات يقوم الجذور والبذور تتنفس. وحشره نحل العسل محتاجه الازهار عشان تروح تمتص رحيق الازهار عشان تصنع العسل. والطيور محتاجه الاشجار عشان خاطر تعيش جوه الاشجار الازهار. والبكتيريا محتاجه، البذور محتاجه نوع معين من البكتيريا عشان تكون الازوت للارض. عمليه متشابكه، موضوع تتكلم فيها عمليه معقده جدا، تخش في مليارات العوامل، ولازم الانظومه دي كلها تروح مع بعض. ولو في مجموعه هجرت بطريقه اقوى من مجموعه اخرى هتحقق موت للمجموعه الثانيه. إذا لازم تكون الهجرة هجرة بنظام عجيب جدا، فكيف تتم هذه الهجرة؟ لو في كائنات ذهبت بنسبة أكبر من المطلوب هتحقق نتائج عكسية. إذا في نسب وتناسب ودقة متناهية في هذه الهجرة. المهم حتى يعني أختصر الحديث، هذه الجزيرة ذهبت هذه الكائنات الحية اللي تصلح وتعيد مرة أخرى من خصوبة هذه الأرض. استغرقت يمكن 50 سنة، اكتملت هذه الجزيرة بكل الأشجار وبكل الكائنات. طبعا دي في حد ذاتها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا لما نيجي نبص للكائنات الحية، كائنات أقوات لكائنات أخرى. قل أئنكم لتكفرون بالذي جعل لكم، الذي خلق الأرض في يومين وبعدين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، الى اخر هذه الايات. اقوات يعني مثلا الذباب بياكل المخلفات، الضفدعه بتاكل الذباب، كائن اخر ياكل الضفدعه، الارنب ياكل الحشائش والبرسيم، كائن اخر يجي ياكل الارنب، الاسد اللي بياكل كل حاجه اللي هو ملك الغابه لما بيجي يموت الارض بتاكله والبكتيريا بتاكله ويتحلل ويرجع مره اخرى لتكوين هذه الدوره الرهيبه اللي موجوده. كل ده بيتم لك انت ايها الانسان. وهو الذي سخر لكم ما في الارض جميعا، كل شيء في هذا الكون يعمل حتى تتحقق لك كل الثمار والقوت والحياه مكتمله، لان لا يخلق هذه الاشياء الا بهذه المنظومه الجباره من هذه المنظومه. ممكن واحد يسالني يقول لي طب الكائنات الكبيره دي هجرت ازاي؟ لان طبعا انت لو بصيت للاصل لابد ان يكون من ذكر وانثى. يبقى سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون. اذا اي كائنات جت في الاصل من ذكر وانثى.
ولذلك في قوله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما بيتحدث مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اذا ال 700 حبه دول كلهم من الحب، و 700 حبه لما نيجي انا بزرعهم كل حبه هتجيب لي 700، والحبه الاولى انا خدتها من حقل قبل كده. اذا انت لو رجعت للبدايه هتلاقي في الاصل في حبه، هتلاقي في الاصل في شجره مرلوط واحده، هتلاقي في الاصل في شجره تفاح واحده، هتلاقي في الاصل في شجره تين واحده، وبعد كده ده هذا التقاصر مره اخرى. وده يبين يعني قول الله سبحانه وتعالى هنا، هو قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. هنا لما سيدنا نوح بين هذا سنين. فدلوقتي الكرة الأرضية بما فيها من محيطات وبما فيها من قارات، طب ازاي انتشرت هذه الكائنات؟ ازاي انتشرت؟ سنة بيقولوا العلماء من 60 سنة، من 60 مليون سنة، 60 مليون سنة كان في قارة اسمها قارة الهند، قارة الهندية اللي فيها الهند، كانت منفصلة عن آسيا وبنجلاديش وافغانستان وكان المحيط بينهم. حصل ازاحه لهذه القاره، القاره الهنديه حصل لها ازاحه فتحركت حتى اصطدمت بقاره اسيا، وهذا التصادم الرهيب حقق جبال الهيمالايا اللي احنا بنشوفها بتصل الى اكثر من 8 كيلو متر علو، 8800 متر علو جبالها المرايا، جاءت نتيجة لهذا التصادم الرهيب. وطبعا لما انتقلت هذه القارة انتقلت بالحيوانات اللي فيها، انتقلت بالأشجار اللي فيها، انتقلت بالكائنات اللي فيها. نفس العملية حصل انفصال. لما تيجي تبص في الخريطة تروح البيت، أنا كنت أتمنى أجيبها معايا الحقيقة نسيتها، بص خريطة أفريقيا، أفريقيا وبص خريطة أمريكا الجنوبية، حط الاثنين جنب بعض هتلاقي نفس الحدود. هتلاقي أمريكا الجنوبية الجانب اليمين بتاعها ينطبق على أفريقيا في الجانب اليسار، فحصل عملية انسلاخ أو عملية شرخ، فتحركت قارة أمريكا الجنوبية عن أفريقيا، فتحركت فانسلخت بالحيوانات الموجوده فيها وبالكائنات اللي فيها. اذا عمليه الهجره الحقيقه هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، تحتاج الى التمعن وتحتاج الى الفهم. ولذلك حتى انهي انا هذه المحاضره البسيطه، مفيش العلماء لم يكتشفوا توالد ذاتي، مفيش كائن توالد ذاتيا فوقينا كده طلع كائن حي بدون اب وام، ومفيش حركه ذاتيه جت لوحدها بدون اندفاع، ومفيش نظام جا ذاتي. يعني مثلا بعد ما احنا هنمشي مش معقول الارض هنا من نفسها هتنتظم، الترابيزه دي هتتحرك، لابد من يحرك هذه المسائل. ولذلك لتبين كيف يكون هذا الكون الجبار الرهيب بما فيه من هذا المعطيات لا نهايه لها، كيف جاء هكذا؟ والعلماء وصلوا الى هذه المفاهيم الثلاثه، ما فيش توالد ذاتي ولا في حركه ذاتيه ولا في نظام ذاتي، والكون فيه ثلاث حاجات دولت، فمن اين جاءت؟ من اين جاء هذا الانتشار الرهيب؟ ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يبقى هذا الانتشار الرهيب الموجود في الكون كيف جاء؟ والعلماء وصلوا إلى هذا المفهوم، مفيش توالد ذاتي. ثم ارتفع الكون، كيف الكون يرتفع وكل في فلك مسبقون؟ ولذلك احنا لازم نفصل ما بين حاجتين، كتلة وحركة. الكون كتلة، طب منين جت الحركة؟ الشمس كتلة والقمر كتلة والارض كتله ملموسه،
من اين جاءت الحركه؟ من اين جاءت الحركه؟ ثم من اين جاء نظام الحركه؟ لا تكون حركه عشوائيه، انما الحركه اللي موجوده في الكون حركه منتظمه عجيبه. وبعدين مش بس منتظمه وعجيبه، الا انها مستمره منذ مليارات السنين. لا زياده في الحركه ولا نقصان في الحركه، لان اي زياده في الحركه هتؤدي الى هلاك الكائنات والانسان، واي عجز او تقصير في الحركه او ابطاء في الحركه سيؤدي ايضا الى الهلاك. فكلها معاني الحقيقه يجب ان احنا نتمعن فيها، ودي نعمه كبيره جدا 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 ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان، وخلق هذا الانسان بهذا العقل حتى يتامل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. انفرد الله سبحانه وتعالى بذاته، وانفرد بقدرته، وانفرد في عليائه، وهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي خلق هذا الكون وحده بدون نموذج مسبق. خلقه بقدرته سبحانه وتعالى، وجعل الكون كله ممهد لهذا الانسان المعزز الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وايضا في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يقول الى ايات كثيره جدا تبين القيمه الكبيره جدا لهذا المخلوق المعزز. واختتم بقوله سبحانه وتعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. لابد ان نعود مره اخرى وننظر الى الاخره، وننظر الى وعد الله سبحانه وتعالى لنا من جنات النعيم حتى نعود. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. كان هناك بعض الاسئله.